على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، فبداية أيها الإخوة الأكارم، نتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على حسن الإضافة وكرمها. أما موضوع هذا المؤتمر فهو يعد الاجتهاد ميزة الشريعة الإسلام وسبيل وعلامة دالة على مرونتها وقيمة متجددة يعيد لهذه الشريعة نظارتها في كل عصر، فضلا عما يعمله من رابط بين جمهور المسلمين وشريعتهم الغراء ثقة واحتضانا وصدا لهجمات المعتدين وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يفسد في أرض الله أو أن يتقول في دين الله. إن الحاجة إلى الاجتهاد ومطارحته حاجة متجددة لدواعي الزمان والمكان وتغير الأحداث ومفرزات الظواهر وتباين السلوك الإنساني وانتقال البشرية إلى عوالم جديدة تستدعي النظر في حالها ومآلاتها. واليوم نحن على موعد مع فصل جديد من هذا الاجتهاد في هذا المؤتمر، وما طرح من أفكار منذ افتتاحه وإلى الآن لهي جديرة بالنظر، ونسأل الله تعالى أن تكلل مساعي وزارة الأوقاف بالخير وأن تخرج توصيات المؤتمر بما يحقق الغاية المرجوة وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين عليها. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الجلسة كل من الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي وكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي كلية دار العلوم جامعة الفيوم، الأستاذ الدكتور خالد رزق سيد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأمة للشؤون الإسلامية في البرازيل، والأستاذ الدكتور أحمد جمعة المهدي أستاذ مساعد طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الأزهر، والواعظة وفاء عبد السلام واعظة بوزارة الأوقاف المصرية، وهذا طبعا واعظة في وزارة الأوقاف وتقدم بحث في مؤتمر مثل هذا يدل دلالة واضحة على أن وزارة الأوقاف في جمهور مصر العربية قد ارتقت إلى بشكل واسع في عهد أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد مختار جمعة. بالفعل حقيقة يعني نشهد تطور كبير منذ افتتاح أكاديمية الأئمة وإلى اليوم، تطور في مستوى الأئمة والوعاظ، في مستوى إدارة الأوقاف، في مستوى العلاقة بين وزارة الأوقاف في مصر ووزارات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي، وأيضا على مستوى البحث العلمي المختلف والاجتهاد الذي تقوم به الوزارة هو مثله كاجتهاد هذا المؤتمر، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق. ما أعرف إن كنتوا إحنا خمسة الآن، والمجال قد تكون هذه آخر جلسة في اليوم، فالمجال مفتوح أعتقد ولا لأن خلاص عاد هذا الختام، مش الختام إذن كل باحث ربع ساعة وبعد ذلك نفتح للمداخلات والتعقيبات. نبدأ بالأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي فليطرح ورقته مشكورا إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب وعجزت العقول عن إدراك ذاته
وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بألوهيته الأزلي بأوليته الأبدي بآخريته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، ففي البداية أتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير الأوقاف والسادة الأفاضل القائمين على هذا المؤتمر الذي يجمع الكلمة ويوحد الرأي ويصوغ التصور نحو اجتهاد موحد يصدح في الكون ويعطل الضجيج والعجيج الذي يروح ويغدو ويضلل ولا يهدي ويمزق ولا يجمع. فإن فتاوى المتفيهقين المتشدقين المرقمنة تعد من جملة الأخطار التي هزت أرض الإنسانية هزة عنيفة، صدعت رواسخ السكون الأرضي وكدرت شوامخ سنن البسط المتناغم مع أنساق الوجود الكوني، وأحدثت تشوها في صرح الفتوى ساق الأعداء إلى تقول الأباطيل والدعاوى بطرح طعونات جريئة في أئمتنا وفقهائنا ممن نسب إليهم هذا الفثيل الدخيل من الذين تقمصوا شخصيات الكبار صورا وأشكالا وليس فقها وإعمالا. وقد صنع هؤلاء المدلسون دور إفتاء افتراضية على الشبكة العنكبوتية كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولا ندري من وهمها أحيانا من المفتي وما هي هويته، بل قد تستخدم الأسماء المستعارة التي يصعب التحقق من هوية صاحبها وإلى أي فصيل فكري ينتمي وفي أحضان أي دخيل عقدي يرتمي. فهؤلاء الشياطين يتكئون على أرائك التضليل ويشيعون بغلطهم فحش الدخيل ويطمسون بفتياهم هدى السبيل ويترقبون ببغيهم نتائج طروحاتهم وآثار آرائهم. إن المنصات الإلكترونية والرقمية للفتيا تعاني من أزمة فوضى، فوضى فتاوى هؤلاء الأدعياء وخصوصا الفتاوى العقدية والمصيرية التي ترتبط بالإيمان والكفر وحق الحياة، ناهيك عن فتاوى النكاح والطلاق والتفريق والتمزيق. وهذا اللون من الفتاوى يأخذ الألباب إلى منعطف من الذعر والفزع، برق منه البصر، فتهدج أصوات أهل الفتيا الأكفاء من دخلائها الأكفاء. وآثار ذلك استطارت منها الأفئدة شعاعا ورهبا، وهي كثيرة لا تحصى فأحصيها، لذلك اخترت بعضا من نواحيها. وقد بانت أنامل ضحاياها من الغرق في ظلمات بحرها اللجي الذي تتابعت ظلماته التي صدت عن الدين وألقت وابلا من الدسائس المشينة على كاهل الإسلام المظلوم. واختلط الأمر على المفاهيم وأشكل، وتحمل الإسلام مسؤولية تلك الفتاوى والاجتهادات الإلكترونية المعقدة المركبة التي تنقبض عند مطالعتها خواطر الفقهاء، وتزهق بها نفوس في لظاها، وتضيع ثمرات تحت رحاها. فيا لها من عقول مظلمة خابية الشعاع، وقفت بسببها عقول الناس على حافة هاوية الشتات والتخبط. فكم من فتوى علقوها بجهلهم
وكم من اجتهاد علقوه بجهلهم أيضا على رؤوس أفرادها، على رؤوس أفراد هذه الفتاوى بقولة أدري. فأين هؤلاء الحمقى مما رواه الإمام البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل صلى الله عليه وسلم. فأتاه فأخبره جبريل أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. والحديث حسن. وكم من روح سمحة طمسوها باجتهاداتهم بعد أن طفقوا يقصفون عليها بوابل من الفظاظة والغلظة بقولة أدري أيضا. فأين هؤلاء الحمقى مما قاله سيدنا عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيسأل فيقول فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. وكم من صفاء كدروه بعد أن ولغوا في وعائه بفتاواهم واجتهاداتهم المتطرفة الضامرة بلعاب أدري أيضا. فأين هؤلاء من قول الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وكم ناهضوا باجتهاداتهم طبيعة الفطرة البشرية ونازعوا سلمها بقولة أدري أيضا. فأين هؤلاء من قول بعض العلماء: هلك من ترك لا أدري؟ وكم من أولويات أخرى شغلوا بغيرها وتركوها وأخروها حتى انشغلت العقول بالسفاسف المهلكة بمهلكة أدري أيضا. فأين هؤلاء مما قاله سيدنا الإمام مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. وأين هم مما قاله سيدنا الإمام أبو حنيفة كما في كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي: لولا الفرق أي الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر. وكان الحصاد المر لهذا التفيهق بركانا ثائرا ضد صلاحية ديننا أفرزته تلك العقول المتحجرة المتنطعة الدخيلة. فكم من مفاهيم سمحة شوهوها وحقائق تنير الحنادس طمسوها. فيا لها من عقول خابية الظلام انقضت على ساحات الاجتهاد انقضاض البزاة على طرائدها، وأسرعت إلى عقول العوام إسراع العطاش إلى مواردها. فأظلمت عقول هشة زعمت أن الإسلام دين خرافة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل صحراء ادعى الرسالة. وتلك الاجتهادات نتج عنها التخبط في تأويل المتشابه ونزوع المرضى إلى الإلحاد وترك الدين، التعسف في الأحكام والجهل بالرخص ومقاصد الشريعة، تعارض الفتاوى السقيمة مع المستقيمة وتذبذب العوام، اختلال الثقة في العلماء بسبب اجتهادات الغوغاء، جهالة المتفيهق المتطرف المتنطع المتشدق عند استصدار الاجتهاد والفتوى بالموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات الزمان والمكان وارتداد المؤهلين. ومن مجالات الاجتهادات التي خاض في غمارها هؤلاء الدخلاء فتاوى واجتهادات أقحموا أنفسهم فيها على العادات ولم يراعوا فيها التدرج ولا فقه التدرج. وهذا اللون
من اجتهادات المتفيهقين يتوقل الصدام والتغليظ، اجتهادات حول إقامة الحدود والقتل دون الرجوع لأهل الاختصاص، وهي تنبثق من فهم مغلوط لتطبيق الشريعة. ثم بعد ذلك يبقى معنا أو انتهى هذا البحث وهذه الدراسة إلى عدة نتائج: أن اجتهادات المتفيهقين عبر البث الشبكي وأنساقه خطر عظيم يهدد مسير الدعوة إلى الله، وهو قناة للصد عن دين الله واقتناع هذه العقول الهشة حتى اعتنقت مذاهب الملحدين. أن الواقع أثبت أن اجتهادات المتفيهقين عبر البث الفضائي والشبكي أداة تنفير وتشويه لصورة الإسلام وتغييب لروحه، خصوصا في مسائل العقيدة والمصادرة على عقائد الناس. وأوصي في منتهى قولي بضرورة إصدار ميثاق ولوائح تنضبط بها هذه الاجتهادات أو تضبط بها الاجتهادات عبر الشبكة العنكبوتية، لكي نتمكن من منع غير المتأهلين للاجتهاد. وكذلك أوصي بضرورة تحرير معنى التسهيل والتيسير والتشديد في الاجتهادات والفتاوى، حتى لا ترد الأدلة الصحيحة والأقوال المحققة بهذه الدعوة. عقد ندوات ومؤتمرات على غرار مؤتمر وزارة الأوقاف يستدعى فيها كل أهل الاختصاص لطرح رؤى موحدة لمجابهة اجتهادات المتفيهقين وأنساقهم. كذلك تكثيف الجهود العلمية وعدم ترك الساحات العلمية ومجالات الفتوى والاجتهاد لهؤلاء المتنطعين الدخلاء الذين أرادوا أن يتقمصوا صور العلماء والمجتهدين، وللأسف الشديد وجدوا من يستمع إليهم وينصت. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على رأي واحد، وأن يرزقنا حسن الاجتهاد، وأن يكتب التوفيق لهذا المؤتمر المبارك الكريم، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على أولا التزامه بالوقت، ثانيا جودة طرحه. الآن الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، كلية دار العلوم جامعة الفيوم، وليلقي طرحه جزاه الله خير، ونؤكد على التزام بالوقت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي بداية أن أعبر عن سعادتي وفخري لمشاركتي في هذا المؤتمر الذي يقام على ضفاف النيل في مصر أم الدنيا، برئاسة العالم الجليل والمجتهد المستمر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأن تكون مشاركتي في حضور كوكبة من أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والعلماء الكرام، كلنا نلحظ أن التطورات المهمة التي حدثت في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي تقنيات الحاسوب والاتصالات الحديثة وتوسعها وسرعة انتشارها، جعلت التحول الرقمي أهم سمات واقعنا المعاصر لتلبية احتياجات المجتمع. وقد تنبه أعداء الدين إلى أهمية هذا التحول الرقمي، فوجدناهم ومعهم الفرق الضالة والجماعات المنحرفة قد استغلوا هذا التطور التكنولوجي الهائل استغلالا واضحا، واشتدت وكثرت محاولاتهم وتنوعت
من نشر شبهات وبث أباطيل وتشويه ممنهج للقيم الإسلامية لتدمير وتفتيت المجتمع الإسلامي وقيمه وطمس الحضارة الإسلامية والتقليل من دور الداعية الإسلامي وتغييبه والتنمر عليه والسخرية من أفكاره وتشكيك المسلم بعقيدته. ومن ناحية ثانية نجد ازدياد الراغبين في الاطلاع على مبادئ وقيم الدين الإسلامي. ومن ناحية ثالثة نجد كثرة القضايا المستحدثة من التحول الرقمي التي تحتاج إلى معرفة الرأي الديني فيها، وهي تحديات كبيرة أثرت في جميع حياتنا ويواجهها الفقهاء والباحثون في العلوم الشرعية في عصرنا الحاضر، وهو تحدي لقدرات مجتهدينا وعلمائنا وباحثينا على إظهار وتطبيق مبادئ وقيم الدين الإسلامي في الأحكام الشرعية لما يستجد من قضايا. ووجدنا أنفسنا أمام عدة تساؤلات. أولا، هل المقررات والمناهج التدريسية والموضوعات البحثية في العلوم الشرعية المتواجدة الآن قادرة على هذا التحدي، أم أنها تحتاج إلى تطوير يتناسب مع مقتضيات العصر؟ ثانيا، كيف يمكن الإفادة كيفية توظيف وسائل التحول الرقمي في نشر الدعوة الإسلامية وتطوير طرق تدريس وتوصيل العلوم الشرعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام؟ رابعا، ما الجهود البحثية المرجوة من الفقهاء المجتهدين لإيجاد الحلول للقضايا الفقهية المستجدة والمتعلقة بالتحول الرقمي؟ ومن هنا كان عنوان بحثي ملامح إعداد المجتهدين في عصر التحول الرقمي. وللإجابة عن هذه التساؤلات يتضح من خلال بيان الملامح المهمة المتمثلة فيما يأتي. الملمح الأول، تطوير المناهج والمقررات الشرعية ومحتوياتها، فلا بد من إعادة النظر في هذه المقررات والمناهج التدريسية والعلوم والموضوعات البحثية وتعديلها من خلال مجامع وهيئات علمية متخصصة لإيقاظ همم الدارسين والباحثين وتسمو بأفكارهم وترتقي بمستواهم وبما يتناسب مع قضايا ومشكلات ومستحدثات عصرنا. فلابد من النقلة النوعية في مناهج ومقررات العلوم الشرعية ووسائل وطرق تدريسها وفق الاتجاهات التربوية والبحثية الحديثة، حرصا على تنمية قدرات المتخصصين في العلوم الشرعية والرفع من كفاءتهم ووعيهم بقضايا عصرهم وحاجة مجتمعاتهم وجعلهم قادرين على التكلف مع الحاضر والمستقبل ونافعين لدينهم ولمجتمعاتهم. فنكون قد حققنا طرفي المعادلة، ضمان الجودة الشاملة بما يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على المقاصد الشرعية من هذه العلوم ومراعاة الضوابط الشرعية لهذا التطوير والتجديد. فلقد أسهم عصر التحول الرقمي في حث المجتهدين والفقهاء المعاصرين على إعادة النظر في القضايا والمشكلات القديمة مثل عقود المعاملات المالية وعقود الأحوال الشخصية، الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، والقضايا والمشكلات المستحدثة كقضايا التجارة الإلكترونية وقضية التحرش. هل يمكن أن تتحقق من خلال التحول الرقمي؟ والخلوة بين الرجل والمرأة يمكن أن تتحقق من خلال استعمال التحول الرقمي؟ وكذلك الجنايات والحدود التي وكذلك مسائل الإرث المستحدثة، الإرث الرقمي أو التركة الرقمية التي تتمثل في أشياء محفوظة في حسابات الشخص على الشبكة العنكبوتية أصبحت تمثل له قيمة اقتصادية مالية وقيمة أدبية أو فكرية. ومن ثم فيمكن القول بتوريث هذا المحتوى الرقمي أو التركات الرقمية لمستخدم بعد وفاته، لكن بشروط أهمها ألا يؤدي هذا التوارث
الى هتك حرمة الميت او التقليل من سمعته وكرامته وعدم الحاق ضرر بالغير او خداعه او التغرير به. كل تلك المسائل وما سوف يستحدث من قضايا وموضوعات تحتاج الى نظر شرعي متوافقا مع القواعد والمبادئ والاصول المعتبرة في الفقه الاسلامي. الملمح الثاني توظيف وسائل التحول الرقمي في نشر الدعوة الإسلامية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ومواجهة المعوقات الخارجية التي تقف في وجه العلوم والمعارف الشرعية، مع الحرص على أن تكون اللغة العربية الفصحى لغة معتمدة ومتداولة، مع التأكيد على تعدد لغات أجنبية حية واسعة الانتشار ولهجات متنوعة مشهورة لتبليغ الدعوة إلى الله من خلال التحول الرقمي. فالساحة الدعوية في حاجة ماسة وضرورية لمخاطبة الناس بلغاتهم ولهجاتهم التي يفهمونها، ليكون ذلك داعيا لضمان وصول الرسالة الدعوية إليهم وتبليغها على الوجه الأكمل. الملمح الثالث التأهيل الإيجابي للمجتهدين ولدارسي العلوم الشرعية. إن أهل العلم والبصيرة من متخصصي العلوم الشرعية على عاتقهم مهمة كبرى تطالبهم بوضع مناهج ورؤى جديدة في تكوين الطالب والمعلم التكوين الأمثل أو ما يسمى بالتكامل المعرفي القائم على ربط أي علم من العلوم بالمعارف والعلوم الأخرى للتعايش الإيجابي مع واقعه وتعميق وعيه بمجريات الأحداث التي حوله، متحليا بالأخلاق الإسلامية السامية قولا وفعلا. فلا يجوز لأحد أن يتعامل بالتحول الإلكتروني في إلحاق الأذى والضرر المعنوي بالآخرين مثل التنمر والسخرية أو تركيب صور غير مقبولة أو أصوات منفرة على شخصيات معروفة ومشهورة أو اكتزاء لأقوال بعض الناس وتركيبها بشكل مخل يؤدي إلى تشويه هؤلاء الناس أو تشويه أفكارهم والتحاق التهم والشبهات بهم. ومن ناحية أخرى يجب معرفة ثقافة الحوار الهادف والتدريب عليه حتى يفهم المتخصصون في المجال الشرعي والدعوي بصفة خاصة دينهم ويتبعوه في الدعوة الإسلامية. بناء على كل ما سبق يمكن التأكيد على ضرورة المسارعة إلى إعداد المجتهدين والفقهاء بصورة تليق بتاريخ الحضارة الإسلامية في ريادتها وقيادتها وتتناسب مع حاجات الفرد الاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية الإسلامية، وفي صورة تساعد كل فرد على استنباط الأحكام التي تجلب المصلحة وتدفع المفسدة مواجهة لتحديات العصر ومستفيدة بمستجداته التكنولوجية. أما التوصيات فضرورة قيام الجهات المعنية التعليمية والإعلامية والدينية والاجتماعية والثقافية ببيان أهمية لجوء المتخصصين في العلوم الشرعية للتوافق مع متطلبات العصر ومقتضيات الحياة المعاصرة من أجل الحفاظ على الدين الإسلامي وقيمه ومبادئه بين معتنقيه ونشره بين غيرهم، ودراسة الضوابط والقواعد الشرعية للإفادة من وسائل التقنية الحديثة التي تكفل صيانة حقوق وحريات الإنسان، ودراسة الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الفقهاء المعاصرين في استنباط الأحكام من خلال ما توصل إليه التحول الرقمي وتطوير المناهج والمقررات في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع التطورات العصرية، والتأكيد فيها على توجيهات الشريعة الإسلامية بالمعرفة المستنيرة والبحث مع دراسات تفصيلية بالتحليل والمناقشة لبعض القضايا المعاصرة المتعلقة بما يستجد من التعامل بالتحول الرقمي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، وأيضا على تقديمه الآن مع الأستاذ الدكتور على للأئمة للشؤون الإسلامية بالبرازيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. في البداية أتوجه بكامل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه على كامل رعايته ودعمه لهذا المؤتمر المبارك. والشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه في مسيرة الحق والعلم والنور التي أصل لها بخطى ثابتة، لتشهد وزارة الأوقاف المصرية في عهده مصداقية وفاعلية شهد لها القاصي والداني، ولتنتشر تعاليم الإسلام داخل مصر وخارجها بوسطيته وسماحته ونوره. وأشكر معالي الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونسأل الله أن يبارك في جمهورية مصر العربية لتظل منارة للعلم والعلماء بأزهرها وأوقافها وإفتائها. حفظ الله جمهورية مصر العربية من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. سوف أختصر البحث في بعض الأمور الهامة، وقد اخترت عنوانا في المحور الرابع حول مستجد من المستجدات التي تمر بها أو يمر بها العالم الإسلامي. وكما تعلمون أن دولة البرازيل هي أكبر مصدر للحوم والدواجن وللحلال، لأن الحلال لا يشمل فقط اللحوم والدواجن، وإنما امتد عالم الحلال ليشمل كل صغيرة وكبيرة، يشمل المصنعات ويشمل أدوات التجميل. ولذلك كان من الضرورة أن يكون هناك تأصيل فقهي، والحمد لله حتى تكون على علم وخبرة، لأن بعض الناس أيضا يفتي بغير علم ويقول والله أن البرازيل ليس فيها حلال، وأن البرازيل لا يوجد شيء مطابق للشريعة الإسلامية، وهذا للأسف عن جهل بواقع أمور الحلال في دولة البرازيل. سأتعرض اليوم إلى مسألتين. المسألة الأولى هي تدويخ الدجاج أو الطيور باستخدام المغطس الكهربائي المائي المكهرب، والمطلب الثاني هو تدويخ الطيور باستخدام ثاني أكسيد الكربون. وحتى أبين لكم كيف نقوم بإدارة أمور الحلال داخل البرازيل، فإن أي شيخ أو عالم حتى يستطيع فقط التدقيق على أمور الحلال يجب أن يمر بتدريب لمدة خمسة أعوام تدريب على المواصفات والقياسات الدولية وللدول الإسلامية، وتدريب على متطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية. فما بالكم إذا ذهب إلى مرتبة أعلى للإفتاء حتى يصدر فتوى، إنه يحتاج لمزيد من الدراسة والتأصيل الفقهي حتى يستطيع أن يفتي في مسألة بعض الناس يعتبرها صغيرة، ولكن وراءها من العلم الكثير والكثير والكثير. نحن لدينا في البرازيل مرجعيات ثابتة: الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، دار الإفتاء المصرية،
ثم بعد ذلك الوزارات الشؤون الإسلامية في الدول المختلفة التي نستأنس ونعتبرها مرجعية في الفتاوى، وهذا سيتبين الآن داخل البحث. وأيضا المواصفات التي قامت بها بعض الدول، لأن احنا لدينا المواصفات القياسية المصرية، المواصفات القياسية الخليجية الجيسو، نحن لدينا المواصفات الماليزية الخاصة بجكيم، المواصفات الإندونيسية، المواصفات الخاصة بمجموعة أو رابطة الحلال العالمية، فلدينا كثير من المواصفات. ومع ذلك يجب علينا في البرازيل أن نلتزم بكل صغيرة وكبيرة وبدقة بهذه الأمور. أيضا أريد أن أضيف أن عملية الحلال لا تتصل فقط بموضوع الذبح كما يفهمه بعض الناس، هذا جزء بسيط، هذا جزء بسيط من عملية إدارة الحلال، فموضوع الحلال أصبح فيه متسع كبير. نحن الآن إخوة الإسلام والعقيدة نتكلم ونبحث عن اللحم المستنبت، نتكلم عن أمور أصبحت دقيقة جدا وتحتاج إلى عصف ذهني وتحتاج إلى فتاوى حديثة تتواكب مع العصر الذي يمر بسرعة. نحن في إدارة شؤون الحلال نبحث عن مصادر المياه، بعض الناس يقول كيف مصادر المياه والمياه حلال؟ لا. هذه المياه تكرر بكربون، هذا الكربون قد يكون مستخرج من كربون حجري أو كربون نباتي أو كربون مستخرج من عظام حيوانات غير مذبوحة على الشريعة الإسلامية أو من عظام حيوانات محرمة في الشريعة الإسلامية زي الخنزير. هل تدرون إلى أين نصل؟ بعض الناس يقول لا أنتم تبحثون في أشياء، طبعا لا بد أن نبحث في هذه الأشياء. طيب الآن سأتكلم عن مفهوم الذبح، وهو باختصار شديد اعتمدنا فيه على ما تم إقراره في مجمع الفقه الإسلامي، وهو مرجعية لنا في دولة البرازيل ب 1979، نحن نعتمد هذا التعريف. وفي آخر هذا التعريف على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حيا حياة مستقرة فذكي جاز أكله، وهذا هو الأساس فيما سنطرحه الآن. يعني آخر ما استعرضوا في مجمع الفقه الإسلامي أضافوا هذه العبارة التي تبين وتوضح الأصل في موضوع التدويخ، أو بعض الناس يطلق عليها الصاق، لكن هو ليس صاقا إنما هو عملية تدويخ للحيوان حتى يستطيع أن يتم ذبحه بطريقة ميسورة لا تسبب ألما للحيوان، تواكب العصر الذي الآن الاستهلاك أصبح عاليا في اللحوم، قد يكون ذبحه بالطريقة العادية يأخذ وقتا طويلا ولا نستطيع أن نلبي طلبات المجتمع الدولي كله بأسره، فيكون هناك صعوبة. سنتعرض الآن إلى تدويخ الدجاج بالمغطس المائي المكهرب. طبعا في كثير من المواصفات حتى الآن وقرار مجمع الفقه الإسلامي أن هذا لا يجوز، لا يجوز استخدام الحوض الكهربائي المكهرب. الحوض الكهربائي هو عبارة عن حوض طوله حوالي مترين، يوجد فيه ماء، فيه تلامس كهربائي، تمر الدجاجة أو الطير فيغمى عليه ثم بعد ذلك يتم ذبحه. طيب بالطريق العملي نحن قمنا بتجارب كثيرة، هذا أنا تكلمت عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، قمنا بعمل تجارب كثيرة. الحياة تعود للطير من 30 إلى 50 ثانية في أكثر من مجزر، في أكثر من مجزر، وبه حياة مستقرة أثناء الذبح، فهذا يتوافق مع ما سنطرحه الآن. من أفتى طبعا بجواز ذلك بخلاف مجمع الفقه الإسلامي، نجد أن لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الماليزية أفتى بذلك، أباح دار الإفتاء المصرية، كذلك دار الإفتاء الأردنية، دار الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، والدكتور علي جمعة حفظه الله
فكل هذه الأمور بينت، وكل هذه المراجع بما لا يدع مجال للشك، أنه ما دام الطير قد ذهب إلى الذبح وبه حياة مستقرة وقام الدليل على ذلك، فهذا الحيوان أو هذا الدجاج هو حلال يجوز أكله بالنسبة للمسلمين. طيب، نجي بعد كده، في كان في محاولات في أخذ وعطاء الآن، والمجمع الفقه الإسلامي بيحاول أن يعيد الفتوى. شوف الفتوى من 97، نحن الآن في أي عام؟ في مستجدات ظهرت والعلوم تقدمت، والمغطس الكهربائي ما عادش زي الأول، الآن أصبح ميسر بطريقة سهلة ومرنة، ويبقى الطير على حياته. في مراجعة تمت في جدة هذا العام لم يصدر بها قرار المجمع الفقه الإسلامي، لكن في اجتهاد من هيئة المواصفات الإماراتية أو بالدول الخليج، تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هو المواصفة الخليجية GSO 993، وهي مهمة جدا لأنهم أباحوا، هي بس تنتظر الموافقة، نعم، هم أباحوا استخدام المغطس الكهربائي المائي المكهرب، أباحوه بشروط اللي هي أوردوها، والآن تنتظر فقط الموافقة. إذا تحقق عندي هذه الشروط فيجوز أن أقيم عملية الذبح بهذا الشكل. ثلاث دقائق، طيب تختصر بسرعة. الآن نذهب إلى ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون عندنا رأيان، والعكس، المجمع الفقه الإسلامي يبيح بشروط، ولكن دار الإفتاء الأردنية لا تبيح ذلك. نحن قمنا طبعا، لدينا جهاز أنا يعني أشرف أيضا بأن أتكلم عنه، وهو جهاز فامبراس حلال، هيئة تقوم على شؤون الحلال، لديها جهاز ولديها لجنة فتوى داخل هذا هذا المكان. ذهبت الآن بعد كتابة هذا البحث، ذهبت إلى مجزر أو أكثر من مجزر وبحثت في الأمر، وكما قال معالي الدكتور محمد مختار جمعة، أن الفتوى تقوم أولا على أهل الاختصاص والعلم، ثم تذهب إلى علماء الشريعة حتى يفتوا فيها، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فكانت النتيجة أنهم وجدوا أن الطير حينما يمر بالنفق يموت، لأنه يبقى يخلطون ثاني أكسيد الكربون مع الأكسجين مما يؤدي إلى وفاة الطير. ومع أن مجمع الفقه الإسلامي قد أباح ذلك، إلا أن الفامبراس حلال توصلوا أن هذه الطريقة لا تجوز، وهذا ممكن أن يغير الفتوى. في النهاية أشكر القائمين على المؤتمر، ولدينا فقط ثلاث توصيات هامة. الأول أنه لا بد أن يكون هناك مؤتمر خاص بأمور الحلال يناقش هذه الجزئيات، ويكون هناك استندر أو مواصفات تضمن يعني تشمل الدول الإسلامية حتى نستطيع. أمور الحلال أمور خطيرة جدا وتحتاج منا إلى اجتهاد. أشكر القائمين وبارك الله فيكم جميعا، وشكرا. شكرا 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 جزيلا. ما يستورد من البرازيل وغيرها موضوع يعني موضوع إثارة وثيرة في دولنا العربية والإسلامية، وحقيقة ما فصلته أنت فيما يتصل بهذا الجانب يعني وضع الثلج في الصدور حقيقة. نعم حقيقة، وجزاكم الله خير على هذا الجهد الكبير. وأسأل حقيقة، هل أنتم بأنفسكم تشرفون على جميع المذابح الموجودة هناك في برازيل، أم أن مجرد إشراف أنا دوري؟ أنا أتكلم كمدقق شرعي. نعم. يعني ناهيك عن رئاسة المجلس الأئمة والشؤون الإسلامية، فأنا في هذا المجال منذ 30 عاما، ولكن بشكل تفصيلي منذ 8 عوام. فنحن نذهب الأمر في غاية الدقة يا إخواننا، كونوا مطمئنين تماما أن لكم إخوة قائمين، سواء كانت إدارات أو سواء كانوا علماء ومشايخ، يبحثون عن كل صغيرة وكبيرة تتصل بالحلال. طيب الآن أيها الإخوة الكرام، مع الأستاذ الدكتور أحمد جمعة المهدي، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الأزهر بمصر، وجزاك الله خير. فليتفضل. مشكورا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستهل حديثي بتوجيه جزيل الشكر والعرفان لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، كما أتوجه بوافر الشكر والامتنان لمعالي السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على مجهوده البالغ في النهوض بالخطاب الديني حتى يلائم المتغيرات الحديثة. اسمحوا لي أننا هخرج في الموضوع بتاعي عن علم الاجتهاد كعلم نظري إلى أحد صور تطبيقي على أرض الواقع، وهو زراعة القرنية ودورها في حياة الفرد والمجتمع. نستفتح كنوز الفتح باسم الفتاح العليم، ونستجدي سوابق الآلاء باسم الوهاب الكريم. إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك حرص الإسلام على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيا أو كليا. لذلك أمرت الشريعة الإسلامية باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته. ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله للمحافظة على النفس والذات ونقل وزراعة الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته للحي، وفق شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر. أهمية العين. العين هو عضو من أعضاء الجسم، يعتبر من أهم الحواس الخمسة. احنا عندنا الحواس الخمسة، أهم عضو فيها العين. وليه بنقول أهم عضو فيها؟ لأن تقريبا 80% من المعارف اللي الإنسان بيتحصلها عن طريق العين. 40% من القشرة المخية مجهزة ومكرسة لاستقبال الصورة. يعني لو احنا قلنا القشرة المخية بتستقبل من 5 حواس، في حاسة واحدة منهم 40% بتستقبلها المخ. معنى ذلك ان العين من اهم وسائل المعارف. خطوات تكوين الصورة مهم جدا عشان الصورة توصل للمخ، لان المخ هو اللي بيشوف مش العين. العين هي عبارة عن كاميرا، هي بتنقل صورة الشيء للمخ. فلازم يكون في عندي جزء شفاف عبارة عن عدسة امامية اللي هي القرنية، علشان ينقل الصورة سواء بعيدة او قريبة لشبكية العين ثم منها إلى المخ. فلازم نعرف إيه هي أهمية القرنية للعين. القرنية هي عبارة عن عدسة محدبة عالية التحدب، علشان نقدر نعمل زيها صناعيا صعب جدا، وغالبا بيحصل إن هي بتكون مش شفافة بنفس نقاء وشفافية القرنية الطبيعية اللي ربنا خلقها. صفات القرنية هي عبارة عن الجزء الأمامي من العين اللي هو الشفاف محدب، بحيث ان هو يوقع الصورة على الشبكية، مفيش فيه اي أوعية دموية عشان يتغذى، فغذاها الأساسي من الدموع ومن السائل اللي موجود في الخزانة الأمامية خلفها. وظيفة القرنية حاجتين: علشان تخلي الصورة تيجي على الشبكية، يعني تستقبل الصورة، والوظيفة التانية ان هي حماية الأعضاء الداخلية للعين. فعشان كده ربنا عطيها من الحماية، سواء إذا كان في الدموع أو سواء إذا كان في تركيبها، ان هي تحمي من أي أمراض ان هي تدخل داخل العين عن طريق القرنية. في أمراض بتأثر على القرنية تخليها تفقد هذه الوظيفة اللي هي الوظيفة الأساسية، اللي هي تكوين الصورة وتوصيلها للشبكية، ودي بنسميها سحابة القرنية أو عتامة القرنية. عتامة القرنية من أشهر الأسباب ليها طبعا الإصابات، ودي بتحصل كتير في الأطفال. في عندنا التهابات القرنية، في عندنا أمراض الحساسية المزمنة، سوء استخدام الأدوية، بعض استخدام الأطراف بدون الرعاية الصحية، بدون استشارة الطبيب. في عندنا مضاعفات لبعض العمليات. في عندنا مرض الجفاف المزمن، خاصة في بعض الدول الحارة أو في الأماكن اللي هي فيها أتربة كتير،
بتأثر على سطح القرنية. طبعا الحاجة التانية اللي هي طبعا من وسائل العصر الحديث استخدام العدسات، سوء استخدامها، مش استخدامها اللي هو الطبيعي، لا، سوء استخدام العدسات اللاصقة. طب احنا عندنا لما بيحصل سحابة على القرنية لازم يكون لها علاج، لان سحابة القرنية خلاص بقى موجودة عتامة على العين، مفيش صورة قادرة ان هي تدخل داخل العين عشان توصل للشبكية. دي حاجة من انواع العمى او انواع ضعف الابصار، ودي تمثل تقريبا 7% من انواع العمى اللي بيحصل. طيب ده يمكن تجنبه وعلاجه ولا لا يمكن؟ لا، ده يمكن تجنبه وعلاجه. دي هو ضعف الابصار والاعاقه البشريه والاعاقه البصريه، دي حاجه مهمه جدا لان احنا دي بتاثر على حياه الفرد والمجتمع والناتج المحلي. ضعف الابصار هو نقص القدره على الرؤيه بسبب مشاغل غير قابله للحل بالطرق التقليديه زي النظاره. يعني لو انا بلبس نظاره بشوف، يبقى انا ما عنديش اي ضعف في الابصار، لا، انا عندي بس خلل في الابصار. ايه الاعاقه البصريه؟ انا وصلت لمشكله مش عارف احلها، يبقى انا وصلت لمرحله اسمها الاعاقه البصريه، هي حاله ضعف في حاسه البصر بحيث يحد من القدره على استخدامها بفاعليه وكفاءه. المصطلح الطبي بتاعنا اللي هو عدم القدره على الرؤيه او تحديد الاشكال من مسافات معينه. طيب ايه هو تاثير ضعف الابصار على الفرد والمجتمع والناتج المحلي؟ طبعا الفرد، في عندنا اطفال وفي عندنا كبار السن. الاطفال طبعا في صعوبه في التعلم والمفاهيم، في صعوبة في اللعب مع باقي الأطفال، التأقلم مع باقي الأطفال من نفس الفئة العمرية، الاحتياج إلى الدعم الاجتماعي، وده طبعا بيقع على عاتق الأهل وعلى عاتق الدولة وعلى عاتق التربويين. بالنسبة للبالغين طبعا ضعف الإبصار أو الإعاقة البصرية ده بيسبب لهم إحباط واكتئاب، فقدان القدرة على القيادة، فقدان القدرة على القراءة، العزلة، صعوبة في المشي بطريقة مستقلة، لازم يكون في حد يوصله ويجيبه، صعوبة العمل أو الحصول على العمل، ارتفاع معدل الإصابات والسقوط. وده كله بيأثر على الناتج المحلي، غير إن أنا بدعمه، غير إن أنا ما بقدرش إن أنا أستفيد منه إن هو يساهم في عجلة الإنتاج. فطبعا علم الاجتهاد قدر يطلع لنا، أو قدر إن هو في المشايخنا وأساتذتنا إن هم نقول إن هل زراعة القرنية دي من الحاجات اللي هي متاحة ونقدر إن احنا نعملها من شخص للتاني. طبعا المسائل الفقهية طبعا حضراتكم أعلم بيها مني، وطبعا أجازتها الدولة بمراسمها بقوانينها. زراعة القرنية طبعا من أكثر العمليات زراعة للأعضاء الجسم كله، يعني أكثر عملية لزراعة أعضاء الجسم على مستوى العالم كله مش في مصر بس، هي زراعة القرنية. زراعة القرنية يا إما إن أنا بشيل جزء كامل من القرنية، بشيل جزء القرنية كله وبحط جزء تاني مكانه، ده لو في عتامة كاملة واخدة كل سطح القرنية. في عندي إن أنا ممكن آخد جزء أمامي بس لو السحابة جزء للأمام، أو الجزء الخلفي، وده تطور طبعا رهيب جدا في آخر تقريبا حوالي 7 أو 8 سنين، أدى إلى أن احنا نوصل لنسبة نجاح تتجاوز 95% و98%. كون أن أنا ما بفتحش العين وأن أنا أشتغل جزء سطحي أو جزء خلفي بس، ده أدى إلى تطور وزود نسب نجاح العملية. لكن بيقابلنا في الحاجة اللي هي المعوقات بقى، اللي احنا بنقول أن احنا عايزين نوصل لزراعة القرنية علشان نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، عندنا معوقات شديدة جدا اللي هي الحصول على القرنية. علشان احصل على القرنية لازم احصل عليها خلال 3 ساعات من الوفاة، ما ينفعش ان انا انتظر فترة وبعد كده اقول ان انا هاخد منه القرنية. فبالتالي التشريعات، في تشريعات موجودة تسمح لنا ان احنا ناخد القرنية من متوفى، ولكن معظم بيبقوا مجهولين الهوية. لكن علشان نقدر ناخدها من معلوم الهوية لازم موافقات كبيرة جدا ممكن تعدي 3 ساعات، فبالتالي تأثر على القرنية، وبالتالي الهدف منها ما بنوصلش الهدف دقيق. طبعا الحاجة التانية اللي هي التخزين، لازم التخزين طبعا في كل دول العالم معمول حاجة اسمها بنوك العيون. بنوك العيون دي حاجة مهمة جدا، ان هي المفروض يكون لها تشريع ويكون لها نظام ويكون مربوط بسيستم على مستوى الجمهورية كله، بحيث ان انا المعوق الثالث اللي هو النقل. يعني انا هاخد القرنية دلوقتي محتاج ان انا اخزنها،
لازم استخدمها قبل 14 يوم، فبالتالي مش هاخد حاجه واحطها وانا مش عارف هستخدمها لمين. يبقى هم دول المعوقات الثلاثه، ان انا اخدها واخدها ازاي، لان ليها اشتراطات، ليها وقت معين، ليها دراسات بتتعمل عليها، ليها اشعاعات، ليها تحاليل بتتعمل عليها. الحاجات دي كلها لازم التشريع بتاعنا يبقى اسرع شويه بحيث ان احنا نقدر ناخدها بدري شويه. التخزين بتاعها لازم يكون في عندنا تخزين مناسب. لازم يكون عندنا المعوق الرابع اللي هو عمل قاعدة بيانات، وده من الطفرة الكبيرة اللي حصلت في وزارة الصحة خلال الخمس سنين اللي فاتوا، اللي هو قاعدة البيانات للمرضى جميعا. طبعا 100 مليون صحة عملت قاعدة بيانات كبيرة جدا في الأمراض المزمنة، ودي احنا بنستغلها حاليا ان احنا نعمل قاعدة بيانات لمرضى القرنية. لكن محتاجين طبعا من حضراتكم التشريع، محتاجين من حضراتكم هل التبرع بعد الوفاة هل ده هيبقى مناسب ولا مش مناسب، هل ده الشخص يقدر يتبرع بعضو من أعضاء جسمه بعد الوفاة. طبعا دي كلها فيها حاجات خلافية وحضراتكم أدرى بيها مني يعني. وده كان عنوان البحث، وطبعا بشكر طبعا القائمين على المؤتمر، وجزاهم الله خيرا على المؤتمر العظيم ده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أحمد. حقيقة موضوع الطب موضوع مهم جدا للغاية، ونقل الأعضاء وزراعة الأعضاء هذه من المواضيع التي أثيرت. وأذكر أننا اجتمعنا في مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة ذلك بين الأطباء وبين الفقهاء، وكان سجالا عظيما، وخرجنا بجواز ذلك إلا الأعضاء المورثة. وطبعا كان له يعني تأثير كبير في نفوسنا أن تعرفنا على قضايا هامة في هذا الجانب، وأمراض الناس الآن أصبحت تستدعي هذا الجانب، زراعة الأعضاء ودراسة والاجتهاد فيها. وشكرا للدكتور، وكرر شكري وكرر شكري له على تقيده بالوقت. الآن الأستاذة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف وبحثها القيم، فلتتفضل مشكورة. وطبعا التقيد بالوقت من جانب، من جانب آخر يعني يعني بتقيدك بالوقت يعني نفتح مجال لأحد أن يناقش أو يداخل، وإلا فنضطر إلى إغلاق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالي وزير الأوقاف الموقر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، العلماء الأجلاء، المنصة الكريمة، الحضور الكرام، تحية طيبة وبعد. ففي البداية أقدم كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على اختيار موضوع المؤتمر لما له من أهمية كبرى في عالمنا المعاصر، كما أتقدم لمعاليه بخالص الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لي كواعظة من واعظات وزارة الأوقاف للمشاركة ببحث عن الصحبة الآمنة لسفر المرأة في ضوء الاجتهاد المعاصر. وفي الحقيقة فإن الشريعة الإسلامية قد أولت شؤون المرأة اهتماما خاصا واهتمت واعتنت بالمرأة في كل شؤون حياتها، كما في مسألة سفر المرأة، حيث قرر كثير من الفقهاء أن الأصل في سفر المرأة أن يكون مع محرم كالزوج أو أحد محارمها كالأب والأخ والعم ومن في حكمهم، امتثالا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. أقوال الفقهاء في سفر المرأة من غير محرم: سفر المرأة من غير محرم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسافر من بلد لا تستطيع فيه إظهار دينها، ففي هذه الحال لا يشترط للمرأة فيها محرم اتفاقا. والحالة الثانية أن تسافر المرأة للحج الواجب، فهذه الحال مختلف في اشتراط المحرمية لها على قولين مشهورين. أولهما أن المحرم شرط فيها، ومن ذهب إلى هذا إبراهيم النخعي والحسن البصري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق أبو ثور. والثاني أن المحرم ليس بشرط فيها، وذهب إلى ذلك عطاء وسعيد بن الجبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلا أن ذلك ليس بشرط، وروي مثله عن السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن الجبير وابن سيرين والحسن البصري. وقال الحسن: المسلم محرم، أي الصالح التقي كالمحرم الحقيقي في كونه مأمونا على المرأة، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم. ويدل على صحة ذلك شيئان: أولهما ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: أزن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. والثاني القياس على الحال الأولى المتفق عليها، وهي عدم اشتراط المحرمية للمرأة التي تنتقل من بلد لا تستطيع إظهار دينها الواجب فيه. وثالث الحالات أن تسافر المرأة سفرا غير واجب كعمرة مستحبة أو زيارة لذوي رحم، ففي هذه الحالة السفر فيها يأتي على ضربين: أولهما أن يكون السفر قصيرا، فمذهب الحنفية جوازه من غير اشتراط محرم خلافا للجمهور، فلا فرق بين سفر طويل وقصير عندهم. وحجة الحنفية في التفريق أن المنع المقيد بالثلاث متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. والثاني أن يكون السفر طويلا، فاختلف فيه على قولين: أولهما جواز السفر من غير محرم مع شرط الأمن، وهو وجه عند الشافعية وقول عن مالك رحمه الله. والثاني عدم جواز السفر إلا بمحرم، وهو مذهب الجمهور. آراء أهل العلم المعاصرين في مصر: قال الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله: يجوز سفر المرأة في زماننا من دون محرم متى كان سفرها آمنا بصحبة ترافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره. وقال الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حفظه الله: إن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، لذلك عندما نضع علامة استفهام أمام نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا بمحرم معها أو زوج، فوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم يخاف على المرأة، ومتى تحقق الأمان وانتهى الخوف فالمرأة تتحرك ويجوز لها أن تؤدي العمرة والحج بلا محرم وتسافر للحصول على الدرجات العلمية. وقال الأستاذ الدكتور علي الجمعة مفتي الجمهورية السابق حفظه الله: يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمم الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. فمن هذا الحديث
أخذ جماعة من المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا النص الأحاديث الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم، فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة. وختاما، قال معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله في قضية معالجة القضايا العصرية المستجدة: إن قضية الثابت والمتغير من أهم القضايا التي يجب الوقوف عليها ويجب الوقوف عندها ببصيرة وأنات وتمييز دقيق، فالنص المقدس ثابت، والشروح والحواشي والآراء التي كتبت أو قيلت حول النص اجتهادات تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والمستفتي، وبعض الفتاوى قد ناسبت عصرها وزمانها أو مكانها أو أحوال المستفتين، فما كان راجحا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه. خلاصة القول: إذا نظرنا إلى الحكمة التي من أجلها جاء حكم اشتراط المحرم، نجد أنه جاء من أجل المحافظة على المرأة وصيانتها من المخاطر المتوقعة في السفر عبر الصحراء قديما، حيث تطلب التاريخ الذي سبق ورافق بدايات الدعوة الإسلامية الحفاظ على المرأة التي كانت تعتبر شرف القبيلة. فقد كان العرف السائد بين القبائل العربية التي كان يغير بعضها على بعض أن يحل للقبيلة المنتصرة أن تسلب ما تملكه القبيلة المهزومة كغنائم حرب، ومن تلك الغنائم الأسرى الذين كانوا بضاعة تسبى وتستخدم من قبل القبيلة المنتصرة، وبمجرد تحول المرأة إلى سبية تتحول من امرأة حرة إلى أمة مستباحة من قبل الشخص نفسه الذي ربما قتل زوجها والذي سيغدو مالكا لحياتها ويحق له أن يحولها إلى جارية يستولد منها الأطفال الذين يتحولون بدورهم إلى عبيد ملك للسيد أو يتزوجها إذا أراد أو يبيعها وربما يجبرها على الاشتغال بأمور منافية للدين والخلق ليجني نقودا من جراء ذلك. وبعد هجرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلى المدينة واشتداد العداء بين المؤمنين وأهل مكة الذي وصل إلى حد المواجهة في معارك عدة، ومن ثم الحروب التي خاضها المسلمون لنشر الدعوة والتي جعلت خطر الإغارة عليهم من قبل القبائل الأخرى قائما دوما، كان لابد من الاستمرار في حماية النساء المسلمات من خطر السبي والاعتداء عليهن. لذا بقي من الحكمة والتعقل الإبقاء على القاعدة التي كانت متبعة بعدم سفر المرأة دون محرم يرافقها، علما بأنه لم ترد آية قرآنية تحرم سفر المرأة دون محرم، وأن اختلاف الأحاديث السابقة في وجوب سفر المرأة مع محرم حسب مدة السفر دليل على أن الحكم لم يكن قاطعا، واختلف فيه حسب الظرف وأمان الطريق من قطاع الطرق وإمكانية تعرض المسافرين للإغارة من قبيلة أخرى، أي ارتباط ذلك بالظرف التاريخي الذي كان سائدا آنذاك. وعلى الرغم من ذلك نجد استثناءات عدة في السيرة النبوية الشريفة، فكثير من المسلمات خرجنا للجهاد دون وجود محارم معهن، وفي أحيان كثيرة تولينا الدفاع عن الرجال عند اشتداد وطيس المعارك كأم عمارة وأسماء بنت يزيد الأنصارية وغيرهما، كثير مما ذكره التاريخ أو ربما لم يذكره في حوادث لم تكن المرأة فيها في حماية محرم، بل كانت هي من تحميه وتذود عنه. إذن فحكمة منع السفر المرأة دون محرم كانت متعلقة بحمايتها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها في الطريق، فإذا تغيرت الأحوال كما هو واقع الأمر اليوم بعد أن أصبح حال السفر في زمننا مختلفا كثيرا عن حال السفر في الزمن الذي قيلت فيه الأحاديث الشريفة التي استدل بها الفقهاء
تقديما على اشتراط وجود الزوج أو ذي محرم مع المرأة في السفر وما ألحق بهما من الرفقة المأمونة وبوجود وسائل النقل الآمنة وعدم وجود إمكانية مهاجمة وسيلة نقل المسافرة وسبيها، فهل يعقل أن يبقى الحكم نفسه قائما؟ ويقول ابن القيم في هذا الأمر: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقراء أحوالهم فقد ضل وأضل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على تقيلك الوقت وجو طرحك وأكبر هذا الطرح الجميل، وأعتذر عن فتح مجال للمداخلات والتعقيبات لأن الوقت قد انتهى حسب قرار إدارة الجلسات. وشكرا جزيلا لكم جميعا ووفقكم الله.